استمرار تفشي الوباء بالأوساط المدرسية والتوجه نحو التعليم الرقمي الموازي يعيد النقاش إلى خطورة المحتويات التي تستهدف الأطفال والمراهقين عبر الأنترنت وضرورة فلترته وتطهير فضائه من الألعاب الإلكترونية الخطيرة وحجب المواقع الإباحية. فحسب آخر المعطيات، كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي أن عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 بلغ 13,619 إصابة بصفوف التلاميذ والأطر التربوية والتعليمية والإدارية، وتسبب في إغلاق 468 مؤسسة تعليمية منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي يدرس بها حوالي 270 ألف تلميذ وتلميذة. ارتفاع الإصابات والإغلاق المستمر للمدارس يفرض توجه بعض الأسر إلى خيار التعليم عن بعد. هذا الخيار يتيح للتلاميذ مساحة زمنية أكبر على الشبكة العنكبوتية. هذا التعرض الزائد والغير مراقب يمكن أن يسهل تعرض الأطفال لمحتوى ضار وعنيف. خطر تعرض الأطفال لمحتوى جنسي أو إباحي أو حتى ألعاب عنيفة عبر الأنترنت أضحى بسهولة بالغة من خلال بحث خاطئ على محرك البحث جوجل أو باستخدام كلمة عادية مثل كلمة لعبة أو كلمة بها خطأ إملائي أو موقع ويب مضلل أو بريد إلكتروني رابط ما أو صورة مرسلة من قبل صديق. حيث يوضح الأخصائي في علم النفس العيادي والتوجيه العائلي الدكتور نبيل خوري أن المحتويات الإباحية باتت متاحة بسهولة أمام الأولاد حتى وإن لم يقوموا بالبحث عنها شخصيا، فهو يمكن أن يصل إليها عن طريق صدفة عبر الإعلانات التي تقفز أمامهم على الشاشة والتي بمجرد النقر عليها تفتح نافذة لصور غريبة في محتواها وقد تكون إما مثيرة أو صادمة للطفل وللمراهق، لكنها في الحالتين تدفعه لطلب المزيد منها بغية إشباع فضوله فيما يخص العلاقات الجنسية. وفي هذا السياق أشارت بعض الأبحاث عن الأطفال والمراهقين الذين يندرجون ضمن أهداف صناعة الإباحية كونهم يشكلون شريحة مهمة من الزبائن قد تستمر مدى الحياة، وفي استهدافها هذه الشريحة تعتمد أكثر الوسائل المتاحة بين أيدي الصغار من بينها شبكة الأنترنت، كما تستخدم أسماء بعض الشخصيات الكرتونية المفضلة للأطفال في مواقع إباحية كي توقع بالأطفال وتجرهم إليها بمجرد أن يدخلوا اسم شخصيتهم المفضلة في خانة البحث. دراسة حديثة استقصائية عن إيذاء عبر الأنترنت أجراها المركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين، فإن نسبة صغيرة فقط من الأطفال يبحثون عن المواد الإباحية عن قصد، معظمهم يستجيبون بشكل مناسب عن طريق مغادرة الموقع بسرعة، وقليل منهم يبلغون الأهل عن حدوث هذا الأمر. دراسة أخرى قامت بها جامعات ميدلسكس في لندن شملت أطفالاً ومراهقين تتراوح أعمارهم بين 11 سنة و16 سنة لاستكشاف مشاعرهم وتجاربهم فيما يتعلق بالمواد الإباحية على الأنترنت. أوردت هذه الدراسة أن 28% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 سنة و12 سنة منهم شاهدوا مواد إباحية عبر الأنترنت مقابل 65% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و16 سنة، وعن مشاهدة المواد الإباحية بعد أول مرة سواء عن قصد أم عن غير قصد استمرت 59% من الذكور في مشاهدتها على الأنترنت مقابل 40% من الإناث. أبلغ أيضاً المراهقون بعد المشاهدة الأولى عن مزيج من المشاعر تندرج بين الفضول 41%، 27% صرحوا بحدوث صدمة و24% صرحوا بحدوث ارتباك بعد مشاهدة المحتويات الجنسية. واعتقد أكثر من نصف الصبيان 53% منهم الذين شاهدوا المواد الإباحية أنها واقعية مقارنة ب 39% من الإناث. 21% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 سنة و12 سنة قالوا إنهم يريدون تجسيد المواد الإباحية التي رأوها عبر الممارسة مقابل 39% من الأطفال في عمر 13 سنة إلى 14 سنة. 42% ممن أعمارهم بين 15 سنة و16 سنة في المئة صرحوا أنهم يمكن أن يقوموا بهذه المشاهد الجنسية التي رأوها، أما 44% من الصبيان أبدوا إمكانية تقليد النشاط الذي رأوه مقابل 29% من الإناث.
وعن تأثير المحتويات الإباحية على الأطفال والمراهقين. دراسة أجرتها ميدلسكس يونيفرسيتي في لندن تبين أن 27% من الأطفال الذين شملتهم الدراسة أصيبوا بصدمة حين مشاهدته محتوى إباحي، فيما أصيب 24% بحالة من الاضطراب.